بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. دائما نسأل كيف حالك، كيف أولادك. اليوم نسأل في هذا البرنامج كيف مالك. حلقة اليوم عن تغيير الليبل، تغيير الماركة، تغيير المسمى الذي يوضع على أي منتج، يتم فيه وضع التاريخ، يضم فيه وضع بعض العلامات أو بعض الملاحظات حول هذا المنتج. هذه الحلقة فيها 5 محاور. في المحور الأول، ماذا يعني تغيير اللصاقة على المنتج، الليبل على المنتج؟ للأسف هناك بعض التجار المسلمين وضعوا خطاً أيها السادة المشاهدون تحت كلمة المسلمين، يعمد إلى تغيير اللصاقة التي توضع على المنتجات ليوهم الناس بزيف هذه المعلومة غرراً. فمثلاً يكون المصدر الحقيقي هو الصين أو تايوان أو أي مكان آخر، وهو إما أن يقوم بإلغاء هذا اللاصق فيقول أنا فقط ألغيته والمشتري له أن يتحرى وينتبه ويدقق هو بنفسه، محاولة منه أو محاولة من الشيطان أن يغرر بالناس ولا يفصح عن حقيقة فعله، أو أنه يعمد إلى الغش الصريح عندما يزيل هذه اللصاقة، هذا الليبل، ويضع بدلا عنه اسما مزيفا كاذبا فيقول مصنوع في ألمانيا، مصنوع في أمريكا وما شاكل، ليغرر بالناس. وهذا ما نجده أحيانا عند من يبيع العطور المزيفة أو الأدوات الكهربائية المزيفة. أحيانا يلجأ بعضهم إلى كتابة مود إن بدل ميد إن بمحاولة للتعمية ولإفهام الآخرين أنه مصنوع فيه، ولكنه يكتبها بطريقة مود، أي أنها موديل، فيزعم أنها موديل فرنسي أو موديل إيطالي وليست حقيقة، لا هي بإيطالية وليست بفرنسية، وهذا تشويه لاسم المنتج. أحيانا يغير في اسم الماركة العالمية أو الاسم المشهور عالميا، بحيث يحذف حرفا من الكلمة أو يضيف حركة أو كلمة إلى هذه الكلمة أو هذا الشعار، يبدل أحيانا بين الحروف، أو أنه يشبه منتجه بنفس اللون بنفس الحجم ويوحي للآخرين أن هذا المنتج هو عين المنتج الأصلي الذي له ماركة مشهورة وعالمية. ربما أحيانا، وهذا من الخطير جدا، تغيير مدة الصلاحية وخاصة في المواد الغذائية، وهذا أخطر ما في الموضوع، وعندما نجد ذلك نعلم أنه يغش غشا متعمدا، وربما يخضع للمساءلة القانونية قبل المساءلة الشرعية، وهذا مكمن الخطورة. هناك صلاحية محددة لأدوية، لمنتجات، عندما يضع صاحب الشركة أو المنتج تاريخا للإنتاج وللصلاحية لا تتجاوز هذه التواريخ، وعندما يأتي هذا الإنسان فيزيل هذا الليبل ويضع ستيكر جديد ولصاقة جديدة ليوحي للناس أن هذا المنتج لا يزال صالحا قابلا للاستهلاك، فهذا من أعظم الغش، وهذا هو الغش الذي سيحاسب عليه في الدنيا والآخرة، وما نسميه بالغش المزدوج. ربما يسعد بهذا الأمر فيظن أن بذلك يحصل على الربح، لكن هناك صلاحية قد انتهت، وربما أناس قد يتضررون، أو ربما يموت من يأكل من هذا الطعام الفاسد. إذن يتحول من سارق غاش إلى مجرم حقيقة بقتله للآخرين، وهذا إن كشف أمره فإن القوانين ستعاقبه في الدنيا، والله سيعاقبه أضعاف ذلك، وإنه إذا سعى إلى التخلص من عقاب الدنيا فعقاب الآخرة له بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. لذلك لا يظن إنسان أنه يحصل على هذا المال بطريق حلال، إنما هو الحرام الصرف. ارضى للمشتري ما ترضاه لنفسك، كل هذا من الغش الصراح، كل هذا سرق لأموال الناس بالباطل. ودائما نقول ماذا لو كنت أنت الذي تشتري هذه السلعة أيها التاجر، ماذا لو كنت أنت الذي تشتري هذه السلعة التي قد زيفت مثلها. فمثلا أنت لا تريد أن تشتري شيئا ألمانيا وتفاجأ أنه قد صنع في الصين بعد أن تكون قد دفعت القيمة العالية لهذا المنتج، أنت لا ترضى لنفسك ذلك، فالناس أيضا لا يرضون ذلك لأنفسهم. وفوق كل ذلك
تذكر أن الشرع ينهى عن الغش بين المسلمين وغير المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من غش فليس منا، حمانا الله وإياكم من الغش في كل شيء. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.